مرحبا بكم، معكم وسيم فلام. الكلنا نعرفوا اللي الزي الرسمي للمنتخب البرازيلي اللي هو القميص الاصفر والشورت الازرق مع الجوارب البيضاء بالطبيعه. والبرازيل الى حدود مونديال قطر 2022 هو المنتخب الوحيد اللي ما غاب على حتى نسخه من كل دورات كاس العالم، لكن كلها ما كانتش بالزي اللي نعرفوه، بالزي اللي تربينا عليه ونعرفوه سوا في البلاي ستيشن ايام برو 99 برو 2000 وقت اللي نحط روبرتو كارلوس مهاجم، واللي عرفنا به كذلك دونغا روماريو رونالدو رونالدينيو وصولا للجيل الحالي نيمار تياغو سيلفا والبقية، لانه الى حدود مونديال 1950 منتخب البرازيلي كان يرتدي الزي الابيض، يعني التيشيرت كان ابيض مع الشورت ابيض والجوارب بيضاء. لكن شنو اللي خلى الاتحاد البرازيلي في الوقت هذاك يغير الالوان؟ نرجع لمونديال البرازيل 1950، المنتخب البرازيلي وقتها كان يلعب من اجل اللقب الاول في تاريخه، والنهائيات وقتها كانت على شكل مجموعه، يعني ما كانش فما ربع ونصف نهائي ودور نهائي، لكن كانت مجموعه كما كنت اقول اللي عنده نقاط اكثر هو اللي باش يكون بطل. وكنت حكيت على المونديال هذا في الحلقه الخاصه بالحارس باربوزا اللي قال اخير كان منتخب البرازيلي باش يواجه منتخب الاوروغواي، والتعادل وحده كان يكفي منتخب البرازيل باش يفوز باللقب امام جماهيره. الاوروغواي كانت عادل ضد اسبانيا 2-2 وفاز على السويد 3-2، في المقابل البرازيل فازت 7-1 على منتخب السويد و 6-1 على منتخب اسبانيا. وكما كنت نحكي ونقول المنتخب البرازيلي كان زيه الرسمي في الوقت هذاك الابيض. نجيو للنهائي، قرابة 200,000 متفرج في ملعب ماراكانا، تفاؤل كبير جدا وممكن حتى مبالغ به من طرف الجماهير والصحافة البرازيلية. وفي اللقاء منتخب الأوروغواي يقلب تأخره إلى انتصار 2-1 ويفوز باللقب الثاني ليه، مأساة حقيقية في البرازيل، وحتى الخبراء صنفوها أن أسوأ بكثير من الهزيمة ضد الألمان 7-1 في مونديال 2014. واللي زاد الطين بلة أنه منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 1953 اللي نظمتها البيرو كان انهزم وخسر اللقب امام منتخب الباراغواي 3-2 وكان يلعب وقتها كذلك بالاقمصة البيضاء. من اجل دفن الماضي وتقديم روح جديدة للبرازيليين، نظمت صحيفة كوريو دي لا مانيانا مسابقة لاختيار زي وقميص جديد للمنتخب البرازيلي، لانه في الوقت هذاك بالنسبة للبرازيليين القميص الابيض ما يجلب الا الشؤم والنحس. طبعا المسابقة كانت تحت موافقة الاتحاد البرازيلي، وفاز بالمسابقة شاب برازيلي عمره 19 سنة واسمه ألدير غارسيا تشلي، وهي الأقمصة اللي نعرفوها اليوم، القميص الأصفر في شوية أخضر، الشورت التبان الأزرق مع الجوارب البيضاء. وألدير فيما بعد أصبح كاتب مشهور في البرازيل، وأول لقاء المنتخب البرازيلي بالأقمصة الصفراء كانت ضد تشيلي سنة 54، وبعد أشهر لعبت أول كأس عالم بالقميص الأصفر، ورغم خروجها في الدور ربع النهائي أمام المنتخب المجري إلا أنها بقات محافظة على قميصها الأصفر. وللي يتفكر، منتخب البرازيل ظهر بالزي الابيض في اللقاء الافتتاحي لكوبا امريكا 2019، وقتها فاز على المنتخب البوليفي 3-0، وكان لتكريم الجيل اللي فاز ببطولة كوبا امريكا عام 1919 والاحتفال بمرور قرن على تتويج منتخب السامبا بلقبه القاري الاول اللي كان ضد الغنيم الاوروغواي. ان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم، ما تنساوش كالعادة باش تبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم. مرحبا بكم في قناة اليوتيوب او صفحة الفيسبوك او التيك توك والانستغرام، وان شاء الله نلتقيو في فيديوهات اخرى. الى اللقاء.